مرة أنا نشرت للسيد القائد مقالا في إحدى المجلات، كنت أصدر مجلة اسمها رسالتنا، نشرت له مقال فيه. يعني أنا رئيس تحرير المجلة، حينما ننشر مقال نعطي لصاحب المقال مبلغ. أنا طبعا حينما نشرت المقال كنت مترددا، هل أجرأ أن أقدم مبلغ للسيد القائد في هذا المجال؟ ولكنني وجدت نفسي محرجا، يعني هذه مسألة شرعية لابد أن أقدم. فبخجل وبوجل سألت السيد، قلت له عندنا لك مبلغ لهذا المقال الذي نشرناه، نعم هل تسمح لي بتقديمه؟ قال طبعا نعم، أنا أرحب بهذا المبلغ. فأخذ المبلغ وقال هذا الكلام له، نعم قال أنا أعيش من هذه المبالغ التي تصلني عن طريق الهدية أو عن طريق الله أكبر الكتابة أو عن الله طريق أكبر التأليف إلى آخره، أنا فقط أعيش من هذه ولا أستفيد من أي مبلغ آخر. فيعني حقيقة هذه من النماذج العجيبة في حياة السيد القائد التي رأيتها بنفسي وبعيني.